يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان المغربي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة. وحول المشاركة معنا على الهاتف سعادة الأستاذة زهوى محمد الكواري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى. بعد التحية سعادة الأستاذة، ما هي أهم الموضوعات التي تم طرحها في هذا الاجتماع؟ مرحبا. بداية هو أهم الموضوعات اللي تم استعراضها هي كان الهدف من الدعوة أو من المشاركة في البرلمان الدولي هو إتاحة الفرصة للبرلمانيين الحصول على المعلومات الأساسية لتغير المناخ. نعم. وطبعا في الاتفاقية وأهمها هو اتفاق باريس اللي تم العام الماضي واللي دخل فيز التنفيذ في السنة بتوقيع أو بتصديق 100 دولة عليه. أيضا من أهم الأمور اللي نقشت اليوم كان بيان دور البرلمانيين في العمل على التعاون مع السلطات المختلفة ما بينها أو أهمها السلطات التنفيذية في تنفيذ كافة الالتزامات المعني أو المرجو اللي هي تتنفذ للالتزام بكافة ما ورد في اتفاق باريس نفسه. طبعا هذه المشاركات ايضا يعني تفيد في ان احنا نبين الجوانب الايجابيه واهتمام مملكه البحرين في هذه الامور المتعدده امور البيئه المختلفه. نعم. هي مو بس التغيرات المناخيه، ايضا كان في بعض الامور او مناقشه امور المتعلقه بالتنميه المستدامه واهدافها بتقييم المخاطر ووضع الحلول لها، كل هذه الامور وشنو الدور اللي يجب ان يقوم به البرلمان او البرلمانات المختلفه. نعم، بالنسبه لهذه سعادة الأستاذة، بالنسبة لهذه الأمور الإيجابية التي تم مناقشتها، هل استعرض الوفد إنجازات مملكة البحرين وما هي هذه أبرز الإنجازات في هذا الشأن؟ هو الإنجازات يعني هو المؤتمر أو اللقاء كان فيه أهم بعض المناقشات العامة اللي تمت في من خلال المؤتمر المؤتمر الأطراف، فهم يخبرون البرلمانيين ويحددون الأدوار المنوطة بها. نعم. أيضا إحنا في البيئة نأخذ خبرات الدول أن كيف هم يتمكنون من إجراء أو إعداد الأمور المطلوبة منهم. نعم. نعم سعادة الأستاذة زهوى محمد الكواري نائبة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.